المهم كده انا مطمن، لانه امبارح واحنا بنتكلم مع الاستاذ انور عبد المغيث قال لنا انك بتقوم باخطر مشاهد في حلقات جودر، انت قلت ياسر غرق بقى ما طلعش من البحر. لا ما احنا بقى والله قلت له هو طب ايه، طبعا هو مش عاوز يكشف لي حاجه، فقلت له يعني هو بنفسه في الميه دلوقتي، قال لي قلت له طب ده الميه لوحدها بقت ثلاجه، ايه اللي نزله الميه؟ قال لي بيطلع الكنوز وبس. هو بص، هو طبعا هو مش هو ده المشهد اللي انا بطلع فيه الكروز، لان المشهد في كروز فيه جزء منه جرافيكس كبير. أوكي. انا طبعا اسمح لي طبعا يا استاذ يوسف، عايز احيي طبعا يعني المتحده طبعا في المقام الاول يعني على تحمسها للعمل، وعلى شركتين انتاج كبار ميديا هاب استاذ محمد السعدي طبعا، والاستاذ تامر مرتضى منتجا لهذا المشروع اروما. طبعا هو الاستاذ تامر مرتضى مش بس عامل الجرافيكس بتاع المشروع، لا هو كمان المنتج بتاع المسلسل مع الاستاذ سعدي. بصراحه الاثنين يعني شاحنين كل طاقتهم للمسلسل ده، يستحق بجانب طبعا المخرج الكبير جدا جدا الشاطر جدا اسلام خيري، اللي انا اول مره بتعامل معاه وبشتغل معاه، بس الراجل ده بجد حساس قوي وفاهم هو بيعمل ايه، بيهتم بالتفاصيل، مجتهد جدا جدا، وكوكبه كبيره اسمح لحييهم من يعني الناس بقى العناصر العمل الفني بقى، مهندس الديكور الاستاذ احمد فايز مهندس كبير طبعا، مدير التصوير العظيم استاذ تيمور الله، ومعانا استاذه منى التونسي الستايلست ومصممه الازياء، والاستاذ طبعا لسه جاي دلوقتي من عند، كنت بعمل دوبلاج مع المهندس الكبير باشمهندس حسن ابو جبل الصوت طبعا، وبيعمل المكساج في المسلسل. فطبعا احنا معانا عناصر قويه جدا. الممثلين بقى او الممثلون والممثلات حدث ولا حرج، قول يعني اساتذه كبار، انا مش عايز اقول الاسماء علشان ده مش ترتيب طبعا، لان هم كلهم قبل مني وكلهم على راسي من فوق. انت محترم. لو حبيت ابدا ما اقدرش ابدا من غير ما ابدا بالاستاذ الكبير قوي الاستاذ رشوان توفيق، الله، استاذ عبد العزيز مخيون، جميله نور، استاذ القمه استاذ احمد بدير، استاذ ياسمين رئيس، واعذرني ان انا بعد اسماء زمايلي، لان انا برضو حقهم عليا سجلت ان انا احييهم واتكلم عنهم، وكتير يعني استاذ محمد التاجي واستاذ وليد فواز واستاذ ياسر التوكي واستاذه وفاء عامر النجمه، وفاء عامر والنجمه ايتن عامر، وضيفه شرف النجمه هنادي مهنا، ومين تاني انا خايف انسى حد والله يا استاذ يوسف، انا هيحصل لي مشكله. لا 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 ما حدش يقدر يعني، هم مين هيعرف يقرب من اه معانا طبعا جيهان الشماشيرجي الوجه الجميل الشابه المنطلقه بسرعه الصاروخ ان شاء الله.